مرحبا، كيفكم؟ معكم موفق الامام من قناه موفي تي في. زي ما انتم عارفين انا صحيح لي ادرس منحه هندسه برمجيات في جامعه انابوليس في روسيا، والحمد لله هاي المنحه اكلت راسنا بهالموضوع وفيش غيرك اخذ منحه. خلصنا اشرح لنا. قبل ما نبلش نشرح على شيء، في الفيديو الماضي طلبت من الناس انهم يعبوا فورم. هذا الفورم يحكوا فيه ايش هي الاكثر تخصص اشرحه وفازت باكتساح هندسة البرمجيات في مجال الماجستير ومجال مجال البكالوريوس، بس مجال الماجستير أكثر. في نقطة حابب إني أحكي فيها، تقريبا اللي فاتوا على الفورم 300 واحد واللي عبوه 100. طيب أنتوا 200 ليش تفوتوا؟ شرح سريع عن هندسة البرمجيات. هندسة البرمجيات يا شباب ويا صبايا، بس فوتوها، هاي بتأهلك لأنك تصير شو؟ تصير بروجكت مانجر، تصير تيم ليدر، تصير برودكت انجينير. هاي شغلات شغل مانجمنت، وطبعا والأكيدة لازم كمان عشان تصير ايش؟ ريسيرشر. فهاي الامور هاي هي هندسة البرمجيات اللي انت راح تفوز تاخدها فعليا، مش تكنيكال. بطلنا نحكي تكنيكال، بطلت جاي تدرس ديفلوبمنت او برمجة، تمام؟ انت اصلا راح تيجي عليها انت تكون لازم تكون ايش؟ مبرمج وديفلوبر. الايجابيات تاعت هندسة البرمجيات في جامعة انابوليس الاتي: واحد، الدراسة البروجرام عبارة عن سنتين، سنة واحدة بس دراسة، والسنة الثانية شغل في الشركات في روسيا. يعني هذا الاشي لحاله صحيح، بدل ما تضيع حياتك كلها في بين هالكتب وانت بتدرس، بضغطوك بسنة واحدة، والسنة الثانية شغل بالشركات. طبعا السنة الثانية اختياري، يعني عادي لو ما تروح تشتغل بمكانك تروح تضلك مروح على بلدك، بس هذا احلى اشي انك بسنة بتاخذ هالماجستير. حتى لو ما لقيت شغل، الجامعة حاليا بتوظف طلابها اللي تخرجوا كتي اي تيتشر اسيستنت، فعلى الاغلب بيطلع لك شغل تيتشر اسيستنت، وهذا إشي عشان يشجعوا طلابهم انهم يتخرجوا ويشتغلوا عندهم. اوكي، ثاني شيء لازم تعرفوه، الدراسه بالانجليزي. يعني انت مش محتاج لا يكون عندك لا توفل ولا ايلتس، بس ضروري يكون ان انت دارس البكالوريوس بالانجليزي، بدك تثبت هذا الإشي من جامعتك بتجيبه. وفي نقطه كثير مهمه الجامعه عملتها، اذا انت مش عاجبتك الحياه او مش قادرين تكملوا في هون، بامكانك تسحب حالك وتروح على بلدك، الله معك، وانت مش ملزم باي شيء تدفع لا للجامعه ولا لاي مخلوق هون، على عكس الروسي. الروسي لا، ملزم وملزم يكمل للاخر وملزم بالشغل كمان. سلبيات البرنامج هذا: واحد، ضغط دراسه كثير. يعني بدك تدرس، وانا يعني ليش بتاخر فيديوهاتي وليش بتاخر؟ لانه انا دائما بدرس طول حياتي دراسه، كل إشي بعمله هو عبارة عن دراسة. لك كذاب، ليش بتحاول تستعطف الناس عشان تلم مشاهدات؟ You disgust me. إذا بترسب بيعملوا لك امتحان ريتيك، إذا بترسب امتحان الريتيك بيعملوا لك كمان امتحان ريتيك. لك تعرف شغلة، امتحان الريتيك صعب جدا، وامتحان الريتيك الثاني بيكون صعب أكثر. طب إذا بترسب امتحان الثالث، احضر شو بيعمل معك؟ بيعطوك واحد ثالث، بروحوك على بلدك. السلام عليكم يابا. صغير؟ أنا ابنك، رجعت يابا. شو جابك يابا؟ يابا أنا كيف حالك يابا؟ يابا بس بدي أقول لك شغلة، بس يابا بالله عليك ما تعصب يابا. ولك شو هذا العرق بدك يا هامل؟ لابس سلسال؟ يابا أنا رسبت وطردوني من الجامعة يابا. يابا بس والله غصب عني يابا، ما كانش قصدي. شو بتقول؟ ولك يا واطي، شو اللي بتسوي؟ أنا هيك ربيتك يا هامل؟ ولك شو؟ فضحتنا، وطيت راسنا، هسا عمك شو رح يحكي عني؟ يابا بالله عليك يابا، اطلع برا الدار يا هامل. يا بالله عليك يابا، وين نروح أنا يابا؟ يابا غلطت منك السماح يابا، غلطت منك السماح يابا. يابا بعدين وين نروح؟ أصلا غداني مسكر يابا. اطلع برا الدار يا هامل. يابا انا عمري مرة سامح حالي يابا، هذا لعقت الحال يابا كله ولا العار اللي عملتلكم اياه. هل صقر رح يقتل حاله؟ هل ابوه رح يخليه في الدار ولا رح يضره؟ تابعونا بالحلقة القادمة من يوميات صقر الهامل. مرحبا، وهسا عشان الموضوع مهم غيرنا لكم السيناري، تمام؟ بس اطلب واتمنى مشاهد اعمل سبسكرايب. طيب هسا ضروري نحكي عن اشي مهم يا شباب، وهو الموتيفيشن لتر. A good motivation letter راح تعطيك جارانتي انهم يقبلوك، تمام؟ بس تعرف شغله، الموتيفيشن لتر او الناس they will skim
سكيم. سكيم معناها بقرا بسرعه، هيك بقرا بسرعه ايش الموتيفيشن لتر. فحاول اعملهم هوك من البدايه، حاول يكون في هوك من البدايه. انا الموتيفيشن لتر تاعتي تم الموافقه عليها، تمام؟ عشان هيك انا راح احطها كاكزامبل على كيف تكتب الموتيفيشن لتر. فعندنا في البدايه ثلاث شغلات: ليش انت المناسب انك تاخذ هذا البوزيشن؟ اثنين، ليش اخترتهم هم؟ ثلاث، ايش انت راح تقدم للمكان اللي انت جاي عليه؟ وفي شيء ثاني، افويد 4 بيز، بلا بلا براغ براغ، يعني ما تحكي حكي كثير ما في له داعي، وانا بدي اغير العالم وانا العالم نفسي يتغير وانا راح احمي كل العالم، وما تحكي براغ براغ وانا الاول على العالم في رياضه، انا حضرت كونان كامل ما مثلا او صرت تحكي انا افضل يوتيوبر في الدنيا. لا، ابعد عن البراغ براغ. الموتيفيشن لتر كومبوننت، اعزائي الموتيفيشن لتر، عندك الانترودكشن. الانترودكشن بدك تركز فيها على تحكي مين انت، من وين جاي، قديش عمرك، وتحكي لهم استيت انه انت تحت ايش بدك تحكي لهم، تمام؟ عن ايش بدك تشرح بالضبط. مست لايكلي بدك تشرح انه انا عندي اهداف، وعندي بدك تحكي عن المؤهلاتك وعن الخلفيه البرمجيه تاعتك او الخلفيه العلميه تاعتك بشكل عام. اثنين، وهي المهمه، اكسبيرينس اند باك جراوند. يا الاكسبيرينس اند باك جراوند، اعطيهم يور باست اكسبيرينس، وين اشتغلت. ومش تحط والله اشتغلت بالشركة الفلانية وكنت اندرويد ديفلوبر او كنت اي او اس ديفلوبر، لا، اشتغلت بالشركة الفلانية واشتغلنا على بروجكت 1 2 3. اعطيهم نمبر، الارقام لا تكذب، اعطيهم اشتغلنا والله ثلاث بروجكتات، حليت 7000 بق، يعني ورجيهم انه انت زلمة شغال، انه انت زلمة قوي، او ورجيهم انه انتم اقوياء. واذا ما عندك اكسبيرينس او ما اشتغلت، مش ضروري الاكسبيرينس تكون مرتبطة بالشغل. الاكسبيرينس خليها مرتبطه بكميه الشغل اللي انت عملته، بكميه الشغل اللي انتم عملتوه، لانك انت بتكون تكون طالب جامعي ومشتغل بروجكتات احسن من واحد سينيور شايف حاله. لذلك خليك حط ارقام، حط البروجكتات انت شو اللي اشتغلتها، وحط الباك جراوند تكنيكال تاعتك. اهم شيء حاول تكون بي ريليفنت، حاول تكون لك علاقه في الحكي اللي بتحكيه. لما الناس هذول، نفرض انك انت بدك تقدم على هاي الجامعه، تمام، حلو انك تورجيهم انه انت زلمه ريسيرشر او بتحب الريسيرش او بدور على ريسيرش بيست ادوكيشن. فبالنسبه لي انا كتبت لهم انه انا والله انا اشتغلت كمبرمج، انا كنت بدرس اطفال، كنت ادرس البرمجه، كنت ادرس اندرويد، وكنت ادرس فلتر، وبدرس شغلات كثير. بدك تحكي معي تراسلني على الايميل، راح يطلعوا في لي على الشاشه اذا بدك حدا يدرسك اي شيء. موفى الامام انا درست، فحكيت لهم وديتهم لانه هم اكاديميين بحبوا الناس الاكاديميه، ورجيتهم انا زلمه بدرس. فخليك ريليفنت في الموضوع، ورجيهم انك شغال اشي، انت شغال اشي هم بيشتغلوا فيه. conclusion، في النهاية ليش اخترتهم؟ state، وضح انه انت بحثت عنهم، بحثت عن انجازاتهم، وكتبت في الموتيفيشن لتر انك انت بحثت عن انجازاتهم والله، وطلعتوا انتوا بتفهموا بواحد اثنين ثلاث، وانا مهتم بواحد من اثنين ثلاث هدول، او مهتم بالثلاث، اشي كويس كثير. بس ورجيهم انك انت عملت ريسيرش، بين للناس انك انت مهتم، مش بس عشان جاي عشان المصاري عشان البوزيشن، بين الناس انك مهتم انك وبحثت عنهم على الاقل. وبالنهايه بونص سريع، اذا بتعرف حدا في الجامعه مثلا اذكر ان انت بتعرفه، هذا اشي بونص، لانه بالنهايه اي واحد تم قبوله وانت صاحبه فعلى الاغلب انت زيه. هذا هاي الناس العلاقات كذا، الكونكشن اشي مهم، حد حلو تذكرها. انا بالنسبه لي صديقي حمزه سالم، حكيت عنه في فيديو سابق، انا ذكرت انه هو بدرس عندكم وتم قبوله في منحة عندهم. هذا الاشي شوي فادني في الانترفيو، خصوصا انه سألوني والله بتعرف حمزة. يا جماعة الخير، ايش حكيته بالموتيفيشن لتر؟ عملت جوجل توكس وحطيت الرابط تاعها في وصف الفيديو، افتح عليها شوف. كنت انا ملخص كل شيء حكيته كيف تعمل موتيفيشن لتر، ملخص وحاطط سكرين شوت من الموتيفيشن لتر تاعتي على كل كومبوننت من اللي شرحتهم سابقا، تمام. وبالنهاية في كثير ناس سألوني على شغلات بالنسبة كيف المعيشة في روسيا، وخصوصا عن المال، وخصوصا عن هاي الأمور، ما رح أقدر أشرحها كلها بالفيديو. لذلك أنا رح أقطع هاي الشغلات السريعة ورح أحطها على الإنستغرام تاعي في موفي تي في، فياريت اللي مهتم يعرف عن طبيعة الحياة هناك. أنا بنزل شبه يومي على إنستغرام شو طبيعة الحياة في إنابوليس سيتي، تمام. ويعطيكم العافية، تنسوش يا بيي وقع الولد، تنسوش الاشتراك في القناة ولايك، ويعطيكم ألف عافية، ونشوفكم على خير. سكيف الفيو.